ولمناقشة قضية الانتخابات الليبية وإمكانية إجرائها وسط مطالبات نواب يطالبون بمساءلة رئيس مفوضية الانتخابات ورفض ترشح حفتر وسيف القذافي، معنا من إسطنبول الباحث والكاتب الليبي الدكتور نزار كريكش. مرحبا بك معنا دكتور نزار. سهلا يا مرحبا. بداية دكتور، كيف تقرأ الأجواء في ليبيا؟ هي مهيئة بالفعل لإجراء انتخابات وسط هذا التوتر الحاصل والجدل حول ترشح خليفة حفتر وسيف القذافي؟ أبدا، يعني الظروف غير مهيئة، والشروط المبدئية لإجراء انتخابات غير موجودة سواء على مستوى القوانين أو على مستوى مؤسسات الدولة بما فيها يعني مؤسسة المفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الأمنية ومؤسسة القضاء. نعم. والمؤسسة السجل المدني، كلها غير مؤهلة لإجراء انتخابات من هذا النوع، أو على مستوى الإجراءات اللي قامتها المفوضية من حيث توزيع بطاقات الانتخابات والطعون وبطاقات الترشح. فالبيئة غير مناسبة تماما، وهناك صراع خفي موجود وحرب باردة بين الطرفين، بل هناك حرب معلنة من حفتر في مدينة سبها وحاصر المحكمة. ما زال في شروط أساسية مثل العدالة الانتقالية، مثل يعني وضع أسس المصالحة السياسية، وضع الدستور، إيجاد قاعدة للعبة السياسية، وضمان أن اللعبة السياسية لا تكون فقط من أجل استغلالها من أجل وصول السلطة، بل من أجل الاستقرار والسلام. كل هذا يعني غائب في ليبيا الآن، والأمم المتحدة كعادتها في كافة النزاعات تأخذ بمقاربة الانتخابات وكأنها روشيتا يعني أو وصفة طبية جاهزة لكل النزاعات، وهي لم تخلع في ذلك. يعني أمامنا الآن أفريقيا الوسطى جرى فيها انتخابات قبل أيام ولم تفلح في ذلك، ودخلت البلد في صراع مسلح ثانية. لماذا؟ لأن المجتمع الدولي غير متفق وغير موحد وغير صادق برغبته في الاستقرار والسلام في ليبيا. لا، لكنه يتبنى خطوة الانتخابات، إجراء الانتخابات. هناك تبني من الأمم المتحدة لهذه الخطوة، لماذا باعتقادك؟ مقاربة الأمم المتحدة دائما في النزاعات الدولية تأخذ مقاربة الانتخابات، ترى بأن هي حزمة واحدة، الانتخابات وحقوق الإنسان والتعددية السياسية ومشاركة المرأة والشباب، هذه ديدنهم دون إدراك للسياقات المجتمعات اللي في العالم الثالث، المجتمعات اللي تعاني من نزاعات مثل أفريقيا وغيرها. فالإصرار على هذه المقاربة الليبرالية هو الذي يجعل الأمم المتحدة دائما تفشل في الوصول إلى حل جذري لمشاكل هذه المجتمعات، بل أصبحت كل هذه المجتمعات قد يحل فيها نوع من الاستقرار ويخف مستوى العنف، ولكن تظل المشاكل عالقة ولا تصل إلى حل يصل إلى لب المشكلة في ليبيا ولب الأزمة السياسية وهي بناء الشرعية في ليبيا. لا أحد يريد أن يصل إلى مستوى الدستور مثلا، مستوى الدستور هذا سيجعل من القانون هو الحاكم، سيادة القانون تصبح هي الأساس في ليبيا، ولا أحد يريد من المجتمع الدولي ذلك لأنه سيقلل من قدرتهم على التدخل في المشهد الليبي. لذلك هم يريدون الانتخابات كحلقة مفرغة يمكن أن يتدخلوا من خلالها، يمكن أن يؤثروا في قانون الانتخابات، يمكن أن يدعم هذا الطرف، فهي الانتخابات آلة سهلة للتدخل. هذا هو السؤال في الحقيقة. هناك تخوفات حقيقية من التدخلات الخارجية في موضوع الانتخابات، وبالتالي لا تكون النتائج حقيقية أو شفافة تعكس إرادة الشعب الليبي. نعم، هذا هو اللي يحير. يعني دائما الأمم المتحدة تتدخل، يعني هي تريد أن تستمر في التدخل وتريد في نفس الوقت حالة من الاستقرار. عندما تراجع النزاعات الدولية وما يكتب فيها يقول لك أن هما عبارة عن صفقة تأجيل الديمقراطية من أجل حالة من الاستقرار يمكن البناء عليها، وهذا لا يتحقق. لأن أنت مجرد تقيم انتخابات زي ما شفنا في ليبيا الآن، بعض الأطراف ترفض مشاركة حفتر، ترفض مشاركة سيف، ترفض مشاركة عبد الحميد بيبة، بعض الكتائب تقول لن نرضى بالنتائج، بعض الكتائب الأخرى تهدد سيف وتحاول أن يعني تغتاله، وهكذا تصبح الأمور كلها يعني في حيص بيص، والكل يريد يستخدم هذه الانتخابات لبسط سلطته لمرة واحدة في 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 ليبيا وتنتهي بعد الديمقراطية، مع أن كل التجارب كانت تؤدي إلى نفس النتيجة في أنغولا، في رواندا، في أفريقيا الوسطى، في العراق الآن نفس المشاكل تتكرر، ومع هذا المجتمع الدولي يصر على هذا القضية. نعم. وكثير من النقد للمجتمع الدولي لازم يغير، لعلكم تذكرتوا مقال فورن بوليسي، يعني شخص الأمر إصرار عجيب على قضية الانتخابات وكأنها هي الحل والبلسم الشافي لكل آلام الشعوب. يعني
بالضبط، هذا كلام مهم، ولا سيما ان هناك تخوفات من نتائج الانتخابات وليس مبكرا بطبيعه الحال الحديث عن النتائج. نحن نتكلم عن انعقاد الانتخابات في نهايه الشهر تقريبا، وبالتالي هناك بلا شك توقعات لهذه الانتخابات، وخاصه في ضوء يعني ترجيح كافة الجهات، خلينا نقول ما يسمى بالثورات المضادة في عالمنا العربي والإسلامي. هل ستكون ليبيا بدعا من القول؟ والله هو في ليبيا في ميزة واحدة، أن السلطة المركزية هي يعني تستطيع تقول أن هي في 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 لها نفس أو لها جذور او علاقه وطيده مع تطلعات الشعب الليبي اللي برزت في عام 2011. فهذه المركزيه اللي هي موجوده في طرابلس وهي مؤسسه الدوله، وارتباط هذه المؤسسات الان بالنظام الجديد. لا ننسى ان ليبيا كان فيها نظام مختلف تماما، الان كنا نتحدث عن انتخابات وبرلمان وعن دستور، هذا لم يكن موجود في الاساس، هذا كله جاءت به الثوره كنموذج للحكم في ليبيا، صحيح لم يستقر بعد ولكن هو نموذج جديد. فهذا يجعل يعني جعل الثورات المضاده او القوى الاقليميه غير قادره على قراءه المشهد الليبي، غير قادره على استخدام حتى هم نفس الامم المتحده يستخدموا في نفس الاساليب ونفس الطرق، فلم تفلح في ليبيا. لان لما دخلوا لطرابلس وجدوا الناس اللي كانوا يعتقدوا ان طرابلس ستستقبل حفظ البلود، خرج الناس بالمدافع وبالقنابل وبالقتال ورفضوا حفظ ورفضوا الامارات واجلوا فرنسا من غليان وفضحوها امام العالم. كل هذا حدث في طرابلس، المشهد مختلف، هم لا يريد أن يقرأوا ليبيا بطريقة مختلفة، نعم. ولا يريد أن يفهموا هذا السياق، فبالتالي وقعوا في 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 فخ كبير جدا. لذلك الآن القوة العظمى في ليبيا هي في طرابلس، يعني ثورة فبراير، هذا ما يقهر الجميع وما يجعلهم يعني غاضبون تماما، لأن في طرابلس كل شيء موجود، مؤسسة النفط، المصرف المركزي، الأموال، اللي ليس هناك تيار إسلامي قوي بمعنى أنهم يجعلونه مشذبا للتدخل في ليبيا، ولا يوجد فيها مؤسسات يعني قديمة للإسلاميين حتى يقولوا والله من تحكمة البلد، كل هذا غير موجود. يعني البلد فعلا تريد الحرية وتريد الديمقراطية، وشهدناهم في غزو طرابلس كيف المناداة للدول المدنية. فلما كان السياق مختلف عجز الثورة المضادة وما زالت عاجزة إلى الآن. أشكرك جزيلا الدكتور نزار كريكش الكاتب والباحث الليبي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.